شيل الاشياء الزينه مو الشيء. ايه كم طيب ابو يعقوب اشياء الزينه. اول شيء انه وايد طيب. شفتوا هذا الديكور كله برينجلز؟ مع برينجلز ما حتفك. الله ولا شيء بالصدق. قطن قطن قطنه. شنو قطنه؟ اسكم الله قطنه. قطنه تصير قطنه. ليش اسكم الله؟ باي جمله حط اسكم الله؟ علمتها كلمة اسكم والله طاش قاعد يصير فيها. اي كلمة اتكلم واحدة كلمتها هني عربية قاعد تقول لها شي ما تشاش تقول بس عزت شالله شعري عزك. قلت لها فوز فوز شعر ما يقولون عزت شالله. مطعم عربي تطلب منه تطلب منه مثل هذا الكيكة لا مو عزك الله وانت بكرامة كيك ما يقولون كيك 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 فوق ما لما تطلع لحظة لحظة عيدي توي يا جماعة وقسما بالله والله بدليات ترى لهني تنعرض فيديوهات لهني لهني لا تمدحين. وبعدين اسمها يعني قطنة مو قطنة. ما شاء الله من داخل قطنة. ما شاء الله عليك من داخل قطنة قطنة يعني قطنة. لا لا اقوى منها. توها بتقول ما انبيت شنها فقعة. لا شنو يعني تقول لما اضحك وايد اسوي كذي انبيت شني فقعة. شكو فقعة اخر شيء تطلع فقعة هي الفقمة. اعطيك مثل بالكويتي بس ما له شغل بس والله يعني نيات يعني على نياتكم ترزقون. بديات يعني عرفت واحد يسلم عليها مثلا عطس يقول لي يلا ما عليه يرحمك الله وي يرحمك الله. شيء غلط اي كلمه بس انا حليوه كل كل كلمات التوجيب غلط. وجب بعد ايدها هي ما تعرف تتصرف. التليفون تخلينا بيدي انا اوريهم. والله العظيم راح تولح على كل بدليه قطيتها. مو كل بدليه كلها غلط. الحين انت قمت تستخدمين كلمه عزك الله بكل شيء. خلاص تعلمت شغله بس الحين شوفك ادري بس مو بكل شيء تقول عزك الله. عادي المهم انها مفهومه. بسوي روحها يعني مره كبيره. من نور عزك الله. قلت ما يصير من نور في شيء. احس مسلسل والله. في شغله بعد لما تقولون عزكم الله عزكم الله لازم الحلج ينعوي. شلون؟ عزكم الله ما لها شغل الجوتي هذه ايه؟ ايه؟ ايه وبعد وانتم بكرامه ايه كذي لتحت ليه يعني الطبقه المخمليه لتحت ايه كفو الهلق لفوق. يلا قولي شكو شو احكي؟ ها؟ شنو؟ شنو؟ شو احكي؟ اه انا ابي اسوي معاك بث أرنب؟ هذاك رابط. اللي ايه تغنين انتي؟ ها؟ تغنين؟ يمكن اغني. اف؟ اه؟ عشان لا عيدي اللي سويتي بدون تصوير. ايه خي يسمعون الصج. لا خي يسمعونها صح. ايه اوكي انت فزت يلا شو تبي؟ إذا أنا فوز أنت تعزمني على إليفيشن برجر لأن أنا صراحة وايد مستهيدة آخر فترة. اسمه؟ إليفيشن برجر. تدري شو اسمي أنا؟ إليفيشن. إليفيشن برجر. برجر. زين؟ طب جماعة أول ما أوصل الكويت أوديك إليفيشن برجر. هم أنت تاكل ترى عندهم دايت. أنا أحب أكله عندهم أنسى الدايت لأن خبزتهم لما يحطها عليها بيشيلون يحط. أي خبزة الحين في أقول لك في هذا الخس. لا تسراب لا لا خلي لا تسحق خسراب يوم الاوف اي وياك واورجانيك حظي اروح وياك الكوكيز هذا اللي قدام الكاشير تشيز فرايز تشيز الكوكيز اللي بيقولون تشيز فرايز شو تشمي تشيز فرايز قصدك بطاط والجبن تطاير شلون ركب ابو خالد مع دليل الفوز شنو؟ ها؟ شنو اسمي؟ لا شنو قول عيد عيد دليل الفوز دليل دريل الفوز دريل الفوز دريل الفوز انت قلت يخزري لا تكتب الاسم صح ولا الاكونت حافظه وانا اسمك حافظته زين رقم جوازك حفظت حجوزاتك ايميلك زين ارقام الانجليزيه انا شكو ما تقول لي انت انسان واحد اعتمد عليك انا غلط انا غلطت بنات ديروا بالكم تسوون روحكم يعتمد عليكم تزلم لا لا تسوون كذي دي هو يحفظ ارقامك الا الارقام الا الباسورد انا قلت لك هذه الحركه مالتك بقول لكم اياها الريال يعطيك كل شيء بحياته فلوسه ابوك باسورداته ايميلاته كروته كل شيء الا شيء واحد شنو هو؟ انا اقول الا
الباس كود مال التليفون. بس انا بعلمكم لما ارجع انا الكويت شلون تفتحونه من غير الباس كود. بصمه تفيدك ولا باس كود تفيدك؟ شلت بصمه حطيت صبع ريلي. لحظه صبع ريلك ايش ما عادي والله ايش فيك؟ لا يصير وما يصير ما تعب والله يصير انت تأتر يا يعقوب والله العظيم. يلا يروني شلون بو يعقى طلع شخصيتك اللي صار لها سنتين اللي انا شو اسمه يصير بو يعقى تي؟ طبعا خلاص بو يعقى. لا ابو خالد عليك بو يعقى. قلت الحين هدي المدح. يلا خلنا نسمع المدح. شنو؟ انسان وايد طيب حلو وايد خلوق حلو وايد كريم حلو وايد حلو حلو. اللي يقولي انا ادير بالي عليك. قلت شلون قاعد ادير بالك علي؟ شلون؟ طول الوقت يعقوب يعقوب ويلك ها وين هذا؟ متى زرعت؟ ما ياش واحد قالت اسكيوز مي يعقوب يعقوب يو ثلاثة بيصورون يعقوب لا تخليني. وين راح؟ قوم من النوم الغرفة ويك اب كول. الو الو قوم. ليش اقوم؟ قوم زين. ليش اقوم؟ ليش اقوم؟ زين شكو ويك اب كول. انا ويك اب كول ايه لان قوم. ليش قوم؟ دقيق قوم ما تبين شيء. قوم بس خلق قاعد. زين انت قاعدة بغرفة. في واحد يقول ان احنا بس اللي اكتشفنا فينير سبوس شكلها على طول الصفر. يلا دوم ان شاء الله كذي يا حلوه. اه يا حلوكم الحين شكو كلمه او يا حلوكم. انا قاعد اقول لك يا حلوه تشدين او يا حلوكم. انت ما تجمعين ما تعرفين ايش معلمك. انا قاعد اعلمك ادري انت وين فوز. حتى لما تمدحين يعني يبا بالنهايه اسبوع انت فاهمني وانا فاهمتك. مو فاهمك انا كل بدليات كان صح. تفضل ضيفتنا مطعم صرنا ساعة ونص بالسيارة. يلا ما علينا هذا اخر حد راح علينا. رخيص رخيص